نجم برشلونة مغربي في المونديال. لايك للفيديو يا عظيم، اشتراك في القناة يا متابع يا كبير، وما تنساش زر الجرس فجرولي زلزلولي فعلهولي علشان ما يفوتكش اي جديد لينا خلال الفترة المقبلة. المغربي شادي رياض، الصحافة الأسبانية بتتغنى بهذه الموهبة المغربية وبتؤكد بأنه إذا كان هناك أي لاعب من رديف برشلونة يستحق الانضمام إلى الفريق الأول فإنه المغربي شادي رياض، مدافع بمقومات عظيمة، مدافع بمقومات عالية، أمام فرصة لتثبيت أقدامه في فريق برشلونة الأول. وليد الرقراقي تواصل اليوم مع شادي رياض ووعده بأنه سيتواجد مع المنتخب المغربي في المونديال إذا استمر بهذا الأداء العظيم مع فريق رديف برشلونة، وأيضا لو أخذ الفرصة وأثبت نفسه مع فريق برشلونة الأول. تشافي كان تغنى ايضا بشادي رياض واكد بانه مدافع من الطراز العالمي وسيكون له فرصة كبيرة مع الفريق الاول خلال مباريات هذا الموسم. الجدير بالذكر ايضا ان شادي رياض كان متواجد على دكة البدلاء في مباراة برشلونة الاخيرة امام سيلتا فيجو في الدوري الاسباني، وسيتواجد غدا في قمة برشلونة وانتر ميلان على ملعب الكامب نو، وكثير جدا من الصحف المقربة من فريق برشلونة تفجر مفاجأة بأن شادي رياض من الممكن أن يبدأ المباراة أساسيا بجوار جيرارد بيكيه.